السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى أنكم تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، فيديو اللي غادي يكون سريع، غير نوريكم واحد الوصفة ولا نصيب معكم واحد الروز بواحد الطريقة اللي كتكون مختلفة على باقي الطرق اللي كنطيبوا بها الروز، كيجي بطعم ديال البايلة. غادي نصيبوا معكم اليوم بلانغوس، يعني انتم غادي يبقى الاختيار ديالكم تصيبوه بأي فواكه البحر كان عندكم، ولا يعني الأخطبوط اللي كان عندكم. انا لانغوس هو اللي متوفر عندي، هو اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله معكم في هذا الرز. هذا درنا طنجره فيها الزيت، درت فيها بصيله صغيره، وغادي نزيد باقي الخضر من الاحسن الا متوفر عندكم الجلبانه. انا ما عرفتش يعني ما لقيتهاش، واش ماشي الموسم ديالها ولا شنو. الا متوفر عندكم الجلبانه هي اللي غادي تجي. جلبانه بالنسبه للكورجيت انوليوها يعني بلا ما ديروها. انا درت هنايا خزو والبصله والكورجيت، يعني جا رائع، ولكن الا جاب الله كانت جلبانه غادي تتفاداو الكورجيت، غادي ديروا جلبانه وخيزو فقط باش كتجي بداك المذاق ديال البايله. يعني درت القزبر والمعدنوس كان عندي في المجمد مقرضين، وقليل من مطيشه درتها كذلك. درت هنايا معلقه صغيره ديال الزعفران، معلقه ديال التحميره، القياس ديال الملح، غادي ديروا كذلك عصير حامضه خليته حتى الاخير مع الماء. يعني درت واحد معلقه كبيره، قياس معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وغادي ديروا كذلك جوج ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين. من بعد ما كنديروا هاد العناصر كاملين كيتشحروا شويه ويتخلطوا فيهم التوابل، كنزيدوا الماء. بالنسبه للماء هنايا درت 3 ديال الزلايف ديال الماء، تغلاو مزيان. بامكانكم ديروا حتى 4 ديال الزلايف ديال الماء بالنسبه لجوج ديال الزلايف ديال الرز. غادي تخليو الخضره حتى تقرب يعني تطيب، عاد غادي تضيفوا الرز وتغطيو الطنجره وتخليوه لمده ديال نصف ساعه على نار اللي مهيله. كما كتشوفوا معايا هنايا راه كيطيب، شف داك الماء ديالو كيجي هو هذاك. هنا بالنسبه للانغوس حيت لي بعد ما سلقته نص سلقه، كتحيدوا لي داك القوقعه فاش كيكون، وكنقصوا طريفات كما كتشوفوا معايا هنايا، وغادي نخلطوا كما سبق لي وقلت لكم اي نوع ديال الحوت نتوما بغيتوا ديروه غادي ديروه بهذا الشكل هذا. الا كنتوا يعني هرستوه قبل ما يتسلق غادي ديروه من الاول باش كيطيب مع الخضره، ولكن من الاحسن ديروه بهذه الطريقه، كيكون طري وكيكون يعني محافظ على داك المذاق ديالو، ماشي بحال طاب مع الخضره وطول في الطياب كما كنعرفوا الحوت باش ما طاب بزاف باش ما كيبسال وكيكون قاصح. هذا هو الشكل النهائي ديال الرز ديالنا، كيتقدم مع الحار او لا اي صلصه نتوما باغيين مع المايونيز، يعني كيجي هائل في المذاق ديالو، وكذلك في الشوفه كيجي مفتول ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله باي حوت كان متوفر عندكم، وتكتبوا لي في التعليق كيف جاتكم، وان شاء الله تخليوا لي لايك واشتراك الا كنتم مازال مشتركين، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. Thank you.